ويمكن انا كان قصدي اكتر في ان اغانيكي الخاصه ما بتغنيهاش باللهجه المصريه، غالبا بتبقى باللهجه اللبنانيه، والمصريين كتير الاغاني بتنتشر عندهم هم طبعا بيعشقوا اللهجه اللبنانيه واللبنانيين واللبنانيات، يعني غرمنا بالمطربين والمطربات اللبنانيات والفنانين طبعا كبير، لكن اللهجه المصريه بتعلم في ودن المصري لما حد بيغني بيها. ما فكرتيش؟ هلا راح خبرك سكوب. ما بعرف انت حسيت بركي في اغنيه مصريه، عم حضر اغنيه مصريه كمان، يعني هي من كلمات والحان توني كرم يلي اشتغلت معه عده اغاني، نحن عم نشتغل على البوم كامل، وحبينا انه يكون في بالالبوم اغنيه باللغه المصريه. الموضوع الاغنيه مهضوم كثير، منه جديد بس هيك طريقة حلوة يعني عن موضوع معين، مش هعطيك كتير تفاصيل عنها، بس في قلك انه ايه رأيك ما نعمل البداية من مصر في برنامج مصري حبا في المصريين اللي انت زرتيهم النهارده وطلتي عليهم من التلفزيون. انا حابه تكون خلصت الاغنيه لانه هي تلحنت بس بعد ما توزعت، وحابه انه اقدمها اذا بدك بس بوعدك انه حتكوني بركة من الاولين اللي بيسمعوها بالبرنامج، بركة برجع لعندكم على البرنامج. وعلى كل حال انا كمان بوعد المصريين بحفله بهالصيف ان شاء الله بمصر، وراح اكون عم اقدم هالاغنيه ان شاء الله. الله الله.